السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أول تمرين من تمارين الموديول الخاص بالإغ دي أم، ونبدأ على بركة الله. هذا هو التمرين اللي غادي نخدمه في هاد الفيديو إن شاء الله. هاد الشابيت غادا خصصته لي زابوي سامبل، وهاد الإكزيرسيس سهل جدا، عارف باش نفهمو لي نوسيون دو باز. يقول لنا التمرين اون بوتخ اي شارجي بوغ دو شارج كونسونتخي، هي اف ان و اف دو. اف ا كتساوي 300 ديكا نيوتن، اف جوج كتساوي 200 ديكا نيوتن. قال لنا لا بود روبوز سور دو ابوي سامبل ا اي بي، هذه هي ا، هذه هي ا، وهذه هي بي. في السؤال قال لنا نحسبوا لي رياكسيون دابوي ار ا و ار دو. ندوزو نشوفو لا سوليسيون ديال هاد التمرين. الحل ديال التمرين هو على الشكل التالي. اول حاجه كنديرو كنطبقو لي غولاسيون ديال ليكيليبر ستاتيك، كنديرو لي لا سوم ديال لي فورس في او اكس، يعني في هاد المنحه ديال اكس كيساوي صفر، ولا سوم في هاد المنحه لا سوم ديال لي فورس او اي غريك كيساوي صفر. ولا سوم ديال لي مومو في البوان بي اللي هي هادي كيساوي صفر. من بعد كنلاحظوا باللي فلاكس ديال او اكس ما عندنا حتى شي فورس، يعني لا سوم ديال لي فورس ديال او اكس كيساوي صفر. بينما في المنحه ديال اي غريك كنلاحظوا باللي عندنا جوج ديال لي فورس نازلين، هي اف 1 و اف 2. فين ما كيكون عندنا شي فورس نازله كيكون الاشاره ديالها موا، وعندنا لي زابوي ديما كيكونوا طالعين الفوق، يعني عندهم بلس بلس. دونك لا سوم ديال لي فورس او اي غريك كتساوي لينا ار ا بلس ار بي موان اف 1 موان اف 2 تساوي صفر. بالنسبه للعزم لو مومو ناخذوه في هذه المنحه هذا، يعني عندنا ار ا مضروبه في هذا الديستونس كامل اللي هي جوج زائد جوج زائد جوج، هي ستة. ستة ار ا ناقص اف واحد في هاد ديستونس من هنا حتى لهنا اللي هي جوج زائد جوج هي ربعة، يعني ولات عندنا ستة ار ا ناقص ربعة اف واحد ناقص هاد ديستونس من اف جوج حتى الار بي اللي هي جوج جوج اف جوج كتساوي لنا صفر. غادي نشدو هاد العلاقات اللي اللي حسبنا هنايا وغادي نحاولو نبسطوه. عندنا ار ا بلس ار بي كتساوي لنا، غنحيدو هاد موا اف ا موا اف دو غنجيبوه هنايا، غتبدل لها الاشاره من موا لبلس، او اللي عندنا ار ا بلس ار بي كتساوي اف واحد زائد اف جوج. اف واحد كتساوي 300 و اف جوج كتساوي 200. كذلك بالنسبة للمومو غادي نخليو ستة ار ا هنا، وغادي نجيبو موان ربعة اف ا موان دو اف دو لهاد هاد لاكوطي هادي. ملي غنجيبو لهاد لاكوطي غتبدل لها الاشارة، او اللي عندنا ستة ار ا كتساوي ربعة اف واحد اللي هي 300 زائد جوج اف دو اللي هي 200. غنشدو هادشي اللي خرج لينا وغنبسطوه كثر، نجيبو لهنايا عندنا ار ا بلس ار بي كتساوي 300 زائد 200 هي 500 ديكا نيوتن. عندنا 6 ار ا اللي ضربنا 4 في 300 وزدنا على 2 في 200 غتعطينا هي 1600 ديكا نيوتن. غنشدو هاد العلاقه وغنبسطوها كثر، عندنا ار ا بلس ار بي كتساوي 500 ديكا نيوتن، وعندنا ار ا كتساوي 1600 مقسومه على هاد 6. الا جبنا هاد 6 هنايا غتولي قسمه، غتعطينا هي 266.67 ديكا نيوتن. غنشدو هاد العلاقة هادي ونحطو هنا باش نبسطوها كثر. غادي نديرو ار بي، هنا عندنا ار ا بلس ار بي تساوي 500، غنخليو هنا ار بي ونديرو 500 ونجيبو هاد ار ا هنايا، غتولي عندنا 500 ناقص ار ا، و ار ا راحنا ديجا حسبناها لقينا هي 266.67 ديكا نيوتن. اذا غنديرو ار بي كتساوي 500 ناقص 266.67 اش عطينا هي 233.33 ديكا نيوتن. اذا ار بي كتساوي 233.33 ديكا نيوتن، و ار ا كتساوي 266.67 ديكا نيوتن. وهادو هما لي رياكسيون لي طلبوا منا اننا نحسبوهم ار ا و ار بي.
وكنتمنى هاد الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم، وشكرا. واللي بغى هاد التمارين هادو يوصلوا في البوات ايميل ديالو يتصابونا معنا في مدونة تسلق الى القمة.